السلام عليكم. راح نشرح بهذا الفيديو طريقة البارتيكل سوارم اوبتمايزيشن او خوارزمية حركة الجزيئات، شنو فلسفتها وشنو وشو ممكن نستعملها لحل الاوبتمايزيشن بروبلم. احنا مثل ما قلنا في بداية الفيديو وياد انه احنا عندنا 3 طرق، الكلاسيكال والنيوميريكال والادفانس، وهي واحدة من طرق الادفانس اوبتمايزيشن تكنيك. هي عبارة عن سير تكنيك يوز ان كومبيوتينج تو فايند نير اوبتيمال سوليوشنز اوبتمايزيشن بروبلم. اذا اول شيء انه لازم نعرف انه هي سيرش سبيس، واثنين انه هي توجد لك النير اوبتيمم، مو اكزاكت سوليوشن او مو الاوبتيمم، لا نير اوبتيمم او ابروكسيميت سوليوشن. البي اس او هي سوارم انتليجنس، اذا هي من مجموعه السوارم انتليجنس، انسباير فروم ذا ناتشرال سوشيال بيهيفير، مستوحاه من خلينا نقول هاي الحياه الاجتماعيه اللي تعيشها بعض خلينا نقول الحشرات، طيور، الفيش. إذا natural social behavior and dynamic movement وطريقة الانتقال والتواصل communication of insect, bird and fish. إذا هي مستوحاة من إنه كيف مثلا خلينا نقول الطيور تنتقل من بكان لبكان، كيف الفيش بالبحر ينتقلون من بكان لبكان، فإذا يعتبر مثل الجزيئات تنتقل وشلون ينتقلون على شكل جروب. زين. uses number of particles. particles يعني خلينا نقول هذا مجموعة الطيور، هذا نصح لهم particles that constitute a swarm movement. اذا هنا عبارة عن شو احنا نقول يسبحن او يتحركن على شكل مجموعات around in the search space looking for the best solution. بالنسبة لهم طبعا هم يريدون مثلا بعث عن الطعام، بعث عن ينتقلوا من مكان لمكان باقصر طريق، نفس الفكرة مالتها. اذا each particle، وهي النقطة المهمة، in search space adjusting its flying according to its own flying experience. اذا كل خلينا نقول particle او كل طير من هاي الطيور هو شلون دا ينتقل او شلون دا يطير بناء على خبرته الشخصيه وبناء على خبره باقي زملائه، لان هو دا يطير وياهم بالجروب يعني. فاذا بناء على خبرته والاكسبيرينس اوف اذر بارتيكلز. نيجي على الكي تيرم، وهي شيء مهم انه شنو الكي تيرمز، الامور المهمه اللي لازم نعرفها احنا وقت نحل البارتيكل سوار. اول شيء احنا لازم نعرف البارتيكلز شنو معناه، اللي هو البوزيبل سوليوشن بارتيكلز اللي هو الاي، البوبوليشن اللي هو الجروب اوف اول بارتيكلز. انت راح تجي اول شيء راح تخلق جروب من البارتيكلز اللي احنا نصح له البوبوليشن سايز او بوبوليشن. السيرش سبيس مالتك انت هذا قد يكون موجود او لا، انه هل انت محدد ب انترفال اي بي اللي راح يكون هذا لور باند وهذا الابر باند مالتك. بعدين نجي نشوف انه كل بارتيكلز بي تو كاركترستيك، وهي شغله مهمه، انه هو بي بوزيشن وفيلوسيتي. اذا هو عنده فد مكان هو بي وده يمشي فد مسافه معينه، فيصير تحديث للبوزيشن مالته. هاي الحركة مالته each particle keep tracking معلومتين، ال personal best من خلال خبرته اللي احنا نصيح له ال p best. ليش حاطين اي هنا؟ لان هاي لكل particle هاي، وال global best لا، هي افضل شيء للمجموعة كلها. الان راح نيجي الى الفيزات، او خلينا نقول الاطوار او الاستيجات اللي انت المفروض تتبعها على مود تحل طريقة الالجوريثم مالتها. اول شيء اللي هي الانيشاليزيشن، انك تسوي عملية انيشال للبوبوليشن مالتك، انك تخلق ان من البارتيكلز ورا ما تخلقها تفرض انه هي عندها في بوزيشن معين وفي فيلوسيتي معينه، لان احنا بالبدايه تدري انت استوت بادي، فلازم تخلق يعني تسوي لها انيشاليز، تخلق لك في بوزيشن معين او فيلوسيتي وفيلوسيتي ايضا يعني. الان ورا ما خلقت البوزيشن والفيلوسيتي، تاخذ هذا البوزيشن تحطه اللي هو حتكون عندك قيم اكس يعني، تحطه بالاوبجكتيف فانكشن اللي عندك انت بالمثال، تحاول توجد البي بيست وال جي بيس. طبعا البي بيس بالبدايه لان هو ما عندك غير هذا، اول خلينا نقول اول اتريشن لك او اول كيس لك، فهو راح يكون نفسه البي بيس اول شيء قبل ما يدخل باللوب، ولكن افضل شيء بالبي بيس راح يكون هو الجي بيس، وهسه راح نشوف شلون يتم تحديد البي بيس والجي بيس. الان راح نبدا بعمليه الابديت اللي هي هاي اهم شيء بالبي اس او. اول شيء شو راح نحدث الفيلوسيتي مالته؟ نحدث الفيلوسيتي مالته لكل بارتيكل. هسه احنا نقول في اي للتي، شنو يعني؟ I particle v velocity t الاتريشن اللي احنا بيها تتحدث بناء على هاي الثلاثه كشيء بسيط، سرعته القديمه، بعده عن البي بيست، وبعده عن الجي بيست. زين، اذا الاول شنو فكرته هذا؟ prevent particle from drastically change the direction، على مود لا يقمز قمزه كبيره، فاحنا نحاول نقول يابا اقمز فنسبه من بكانك، من يعني خلينا نقول حركتك خلي تكون هي جزء من حركتك القديمه، حتى لا تروح انت مثل ما قلنا زايد بالموضوع. بدل اول بارت على مود لا البارتيكلز يغير اتجاهها بشكل كبير جدا. طيب الجزء الثاني، طبعا احنا هنا الانيرشيا هاي اللي هي ثيتا مرتفع على اوميجا، الانيرشيا ويت هذا عباره عن proportional agent that is related with the speed of the last improvement. اذا هذا احنا
هذا باراميتر احنا نسوي له تيوننج كيوزر، احنا نسوي له تيوننج، وطبعا قيمته تتراوح من البوينت 9 لبوينت 4. اكو ناس يخلون قيمته يعني يحطوها بالبدايه وتبقى ثابته، واكو ناس يغيرون قيمته، يغيرون قيمه الحركه، وهي طبعا تبقى انت والبروبلم اللي تواجهها وشلون تحلها. اذا الثيتا هذه هو عباره عن كونستانت مثل الريشيو على مود تاخذ جزء من السبيد اللي كان هو او الفيلوسيتي اللي كان يمشي بيها البارتيكلز. الجزء الثاني هذا على مود يخلي البارتيكل تراك اتس بيست بوزيشن. يعني شنو؟ يعني انت مو عندك البيست بوزيشن لاقي، فانت دائما تحاول تقول لانه انا مكاني هسه ايش قد انا بعيد عن البيست اللي انا لاقيه، ودائما تكون تحاول تقرب روحك من هذا بناء على هذا الفاكتور اللي هو السي 1 والار 1. السي بصوره عامه سواء ال1 وال2 والارات، السي تنصح لي الكوجنيتيف اللي هو عمليه انه انت ايش قد تسوي اكسلريشن الى انك انت ايش قد تريد يعني تقترب من او تاخذ هاي المعلومه اللي هي جد انت بعيد عن البي بي اس مالتك. فاذا هو ايضا كونستانت ويعني تقريبا ينفرض حسب ما انت تشوف مناسب لك انت يعني. اما الار 1 والار 2 اللي موجوده بالطرف الاخر فذني عباره عن راندوم نمبر من رينج 0 و1، وهذا دائما تحاول تتغير يعني. وايضا كل هذني راح نشوف شلون ممكن نفهمها. الجزء الاخير اللي هو سي 1 سي 2 جي بي اس ناقص اكس اي، طبعا انت تشوف هنا انه الفيلوسيتي للتي يعني الاتريشن اللي انت بيها تعتمد على الفيلوسيتي مالتك القديمه، وتعتمد على ايش قد بعد الاكس القديم تي ناقص 1 عن البيست بوزيشن انت لاقيه، ويعتمد على الجي بيست ايش قد تبعد انت عن الجي بيست كاكس اي تي ناقص 1، يعني البوزيشن مالتك اللي هو القديم ايش قد يبعد عن الجي بيست. اذا هذا التيرم لقينا هذا التيرم على مود ناخذ نسبه من الفيلوسيتي مالته القديمه، هذا على مود نسوي تراكنج للبيس بوزيشن هو لاقي، هذا على مود نسوي تراكنج للبيس بوزيشن فاوند باي ذا جروب. يعني مثلا انت طايرين 10 بارتيكلز، انت لاقي شيء زين بس اكو جزء غيرك بارتيكل لاقي احسن منك، فانت تاخذ من عنده هاي المعلومه وتحاول توصل للمعلومه مالته. فهذني هن الثلاث تيرمات اللي المفروض احنا نعرفهن ونعرف شلون نستعملهن ونعرف شنو فكرتهن يعني. زين، يعني مثلا لو الغي هذا الطرف فكانما انت راح تعتمد على الفيلوسيتي القديمه مالتك وعلى افضل قيمه انت لقيتها. لو الغي هذا الطرف راح تعتمد على سرعتك القديمه وعلى افضل قيمه جماعتك لاقيها يعني الاذر بارتيكلز. وهكذا. ورا ما حسبنا الفيلوسيتي الان راح نجي نقول البوزيشن الجديد التي هو القديم انا وين كنت زائد ايش قد مشيت فيلوسيتي. يعني انت كنت خلينا نقول بفت اكس معينه وجدتك فت ازاحه معينه اللي هو الفيلوسيتي، او جدتك خلينا نقول هاي الفيلوسيتي معينه راح تجمعها ويا هذا فيطلع لك اكسك الجديد. ولكن الاكس الجديد راح يطلع اذا كان قيمته اقل من اللور باند، خلينا نقول اكبر من الابر باند. يعني مثلا خلينا نقول الابر باند مالته 5 وانت جيت من طلعت الاكس الجديد طلعت 7، بس انت لازم لحد 5 ما يصير تعبر 5، فراسا تخليها 5. يعني اذا طلعت 4.5 3 2 4.9 تاخذه نفسه، ولكن لو طلع اكثر من 5 5.5 6 7 لا تفرض انه هو 5 اللي هو الابر باند اللي عنده. ولو كان اصغر من اللور باند، مثلا انت اللور باند مالتك 0 طلع لك بالناقص، فانت دائما راسا ايش تفرض قيمه الاكس اللي هي اللور باند اللي عندك اللي هو قبل تحطها 0 مثلا. وهكذا. اذا هاي هي انك تحسب البوزيشن، اول شيء تحسب الفيلوسيتي مالتك، من خلال الفيلوسيتي تحسب البوزيشن الجديد، تشيك هل الفيلوسيتي البوزيشن الجديد طلع لك ضمن الباوندري مالتك ضمن السيرش سبيس اللي تشتغلها، اذا اي تنتقل للخطوه اللي بعدها اللي هي انك تحسب الفتنس او الاوبجكتيف فانكشن مالتك. كل بارتيكلز راح تحسب الاف الفانكشن اللي راح تطلع لك، ورا ما تطلع لك راح تجي من جديد تسوي ابديت للبي بيست والجي بيست اللي هي بالشكل التالي. انه انت راح تعتبر ان الاكس هاي او البارتيكل اي هاي باللوب هذا بالايتريشن هذا هي البي بيست لو الفانكشن اللي تحصلتها بهذا البارتيكلز احسن من اللي مخزونه بالبي بيست. وهنا قلنا بتر ليش؟ لان انت جزء ماكسيموم تشتغل جزء مينيموم. فمثلا لو احنا نشتغل مينيموم، خلونا نفرض احنا نشتغل مينيموم، فلو الفانكشن اللي انت حصلتها قيمتها اقل من اللي خازنها في البي بيست اذا تعتبرها هي البي بيست الجديده. ونفس الشيء بالنسبه للجي بيست، راح تاخذ كل البي بيستات اللي عندك لكل البارتيكلز، تشوف منو احسن وحده، لو وحده من عندهن حصلت قيمه اقل من المخزون يعني الجي بيست راح يعتبر هو نفس البي بيست، لو الفانكشن اللي بالبي بيست حصلته هو اقل احنا قلنا افضل من الجي بيست اللي مخزون يعني كفانكشن. طيب الان عندنا ثلاث حالات اللي هي راح تكون،
اول شيء انه الاكس اللي حنحصلها والفانكشن اللي طلعت لنا لا هي احسن من البي بيست ولا هي احسن من الجي بيست. زين، فبهاي الحاله احنا ما راح نسوي عمليه ابديت. شنو يعني؟ يعني انت افرض مثلا البارتكلز مالتك كان 5، حطيته بالفانكشن طلعت قيمته 50، انت تبحث عن مينيموم، وانت مخزون بالبي بيست رقم 3 اللي هو قيمته كفانكشن 30، وخازن بالجي بيست 7 اللي هو خلينا نقول قيمته 20. طبعا هاي كلها فرضيات. فبما انه انت حصلت على فاكشن 50 وانت مخازن 30 ب 20، اذا هاي القيمه اعلى من هذني، اذا ما بيها فائده هاي القيمه، ذني احافظ عليه ما اغيره. ليش؟ لان ذني اقل يطلع لي. الحاله الثانيه لا، انك تحصل شيء احسن من البي بيست بس مو احسن من الجي بيست، فتسوي ابديت بس للبي بيست بس ما تسوي ابديت للجي بيست. يعني شنو؟ يعني افرض انت الاكس مثلا خلينا نقول بالاثنين حصلت من عليها 25 وانت خازن 30 ب 20، ال 25 هاي كفاكشن اقل من 30. اذا راح تجي تقول للبي بيست الجديد هاي قيمه الاكس وتخزن الهاي الاف هنا، فكانما صارت هاي الاف الجديده 25. ليش؟ لان اقل من 30. بس هاي البي بيست الجديده اللي هي صارت 25 ما حطها بالجي بيست. ليش؟ لان الجي بيست اللي انا محصلها 20 اقل، اذا بس البي بيست تتحدث عندي. الحاله الاخيره لا، هي ان احصل قيمه احسن من البي بيست واحسن من الجي بيست، فاثنيناتهم اسوي لهم ابديت. يعني الاكس حصلت مثلا بالتسعه حصلت الفاكشن 10. انتبه لي، الاكس هاي قيمه الفاريبلز مالتك، الاف اوف اكس قيمه الداله، احنا هذا اللي يهمنا نريد نعرف يا هو اللي حقق هذا اللي هو الاكس مالته. فافرض انت طلعت لك 10 اللي هي بالاكس 9، انت عندك 30 ب 20، اذا من تجي على 30 اي والله قيمتها احسن، راح تسوي البي بيست خزنت الاكس اللي هي صارت 9 قيمتها صارت 10، ال 30 صارت 10، ومن جيت قارنت ال 10 ويا ال 20 لا والله ال 10 احسن. اذا جيت قلت يابا الجي بيست هو نفس البي بيست اللي هو كان اكس 9، واخذت الفاكشن مال البي بيست اللي هي نفسها كانت الاف اوف اكس اللي هي ال 10، وبذلك اصبحت البي بيست ورا هذا الايتريشن 10 ب 10. اذا كانت قيمته ما تفيد ما تسوي ابديت. احسن من البي بيست غير البي بيست، بقي الجي بيست تلعب بيه. احسن من الاثنيناتين غير الاثنيناتين وارجع كمل شو بركة تلقي شيء احسن. هاي عمليه الابديت للبي بيست والجي بيست. اخر شيء عندك الترمينيشن. الترمينيشن اللي هي انك انت ورا ما الالجوريثم مالتك يظل يعيد نفسه يعيد نفسه ريبيتد انتل اما ماكسيمم جنريشن از ريشت. انت مثلا قلت يابا انا بتعيد هالعمليه 100 مره 1000 مره 500 مره 10 مرات او اوقف الترمينيشن كرايتيريا از ميد. شنو يعني ترمينيشن كرايتيريا؟ احنا نصح لها الكونفرجنس. شنو يعني الكونفرجنس؟ هي انك توصل كي اذا كيس وير ذا بوزيشن اوف اول بارتيكل كونفرج تو ذا سيم سيت اوف فاليو. هاي الميثود اسيوم تو هاف كونفرج. شنو يعني؟ يعني انت لو كل قيم البارتيكلز مالتك قامت تطلع لك نفس الرقم اللي هو الرقم اللي انت تريده المينيمم او الماكسيمم، فبهاي الحاله ما حاجه انت مثلا تكمل ال 100 وال 200، يجوز انت بال 50 وصلت الكونفرجنس فخلص انت وصلت للي تريده، انت كلهن التقط التمن كلهن بمكان واحد فتتوقف العمليه. الان بقى احنا لازم ورا ما شرحنا النظريه لازم نعرف شنو الباراميترات اللي المهم انت تدخلها مطلوبه منك كيوزر اذا انت تريد تسوي الالجوريثم. اول شيء انت لازم تدخل البوبيوليشن سايز، لازم تعرف البوبيوليشن سايز ايش قد تكتبها بالبرنامج مالتك. لازم تعطي انيشال بوزيشن وانيشال فيلوسيتي، لازم يدخلن ذني. لازم عندك الانيرشيا الثيتا، الاندفجوال والسوشيال كوجنيتيف اللي هي سي 1 وسي 2 لازم يدخلن. لازم عندك انت دائما راندوم فاليو تخلق راندوم فاليوات بكل اتريشن، ولازم عندك انت الماكسيمم نمبر اوف اتريشن. اذا هذني البارامترات المفروض دائما موجودات، هذني لازم تكون موجودات على مود تنفذ البرنامج مالتك. الان بقى نعرف شنو السيدو كود. ركز على هذا المصطلح راح تحتاجه كلش موضوع الالجوريثم. السيدو كود اللي هو عباره عن الكود العام اللي ممكن يطبق على اي برنامج. انت عندك سي بلس بلس، عندك فيجوال بيسك، عندك ماتلاب، عندك بايثون، اي برنامج لو تطبق عليه هاي الكودات. طبعا هذا الكود هو مو مكتوب بالبرمجه ولكن فلسفه الستيب شنو معناه. فبالبدايه عندنا انبوت. الانبوت شنو الانبوت؟ اول شيء لازم ندخل الاوبجكتيف فانكشن مالتك او الكوست فانكشن يسعولها او ما يسعولها، الفتنس فانكشن كلها نفس الاسم. اذا لازم تدخل الاوبجكتيف فانكشن مالتك، لازم لو عندك ابر باند ولا ابر باند تدخلها من الانبوت. لازم تدخل البوبيوليشن سايد مالتك، ايش قد البوبيوليشن سايز اللي انت تشتغل بيه، الانيرشيا مالتنا الثيتا، الانديفيدوال والسوشيال كوجنيتيف سي 1 وسي 2، والنمبر اوف اتريشن او ماكسيموم نمبر اوف اتريشن تي. اذا ذني هن شنو هن الانبوتات مالتك. ستيبل وراء اللي هي الانشاليزيشن، راح تجي تخلق بوزيشن لهذني البارتيكلز وفيلوسيتي، بس لازم يكون ضمن السبيس باوندري لو عندك انت مثل ما قلنا لور وابر. بعدين راح تجي تحط منو من هذني البي بيس والجي بيس اللي هي بناء على الاوبجكتيف فانكشن مود. وراء راح تدخل باللوب، يبدا عدادك يقرا مال الايتريشن،
عدادك يقرب من البارتيكلز. سوي عملية أبديت الفيلوسيتي بالقانون هذا، اللي هو إنك أنت تجي تحسب الفيلوسيتي الجديدة بناء على الفيلوسيتي القديمة، على بعدك وش قد تبعد عن البي بيس اللي أنت محصله، وش قد تبعد عن الجي بيس اللي جروبه كله محصله. حسبت الفي، تحسب الإكس الجديدة مالتك، البوزيشن الجديد، تشيك هل هذا البوزيشن مالتك ضمن الباندري، إذا إي انتقل، إذا لا حط لنا إياه، إذا أقل من المينيموم حط لنا إياه، أو إذا أكبر من من الأبر حطه كأبر، وإذا أقل من اللور حطه كلور. وراح تجي تحسب الفاكشن مالتك بالقيم الاكس الجديده الهاي، تشيك هل البي بيست والجي بيست هل حصل الشيء احسن من المخزون كبي بيست، اوكي خزنه، حصل الشيء احسن من الجي بيست، اوكي خزنه. اكو كونفرجنس، تشوف ان الاثنين التمر بنفس المكان، زين الاتريشن مالتك كملين، اذا ذني ماكو ارجع كمل لوبك، اذا واحده منهم تحققت اطبع للجي بيست مالتي اللي هو كبوزيشن، واطبع للفاكشن مالته اللي حصلته، وينتهي برنامج البي اس او. ان شاء الله يكون الشرح مالتي واضح. شكرا جزيلا، والتقيكم في فيديو اخر ان شاء الله.